زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت وقلنا ان احنا دلوقتي هنبتدي بجملة لطيفة، فهننهي برضو بجملة لطيفة زي ما قلنا له شكرا في الاول و I hope this email finds you well، فهننهي برضو ب thank you. انت ممكن تشكره على اي حاجة، يعني شوف بقى اللي هو على وقته، على ان هو هيدي لك فرصة للانترفيو دوت. اي كلمة شكرا في الايميل بتاعك بتبين قد ايه انت شخص مؤدب ولطيف واليجنت وكلاسي، فالناس بتحب الشخص المؤدب في الشغل، ان هو بيقول شخص شكله محترم انا احب ان انا اتعامل معاه، حتى لو هو لسه الخبرة بتاعته يعني مش قوية بما فيه الكفاية، او هو لسه خريج جديد، هو بالنسبة له ممكن يقول طالما اخلاقه كويسة فبالتالي اي حاجة تانية ممكن يتعلمها.